مرحبا أيها الأصدقاء، عيدكم مبارك. عيد كل عام أنتم بألف خير. سنبدأ في تحضير للـ S-Analyse والجبر بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الجامعة. دونك نبدأ مع أول تمارين مأخوذة من امتحان ديال الأناليز خاص بصعوبة CMPC. alors donc on commence par premier exercice. Montrer que la suite un li كل n اكبر او يساوي 1 ديفيني بار un كتساوي n زائد 1 على n مضروبه في اس موان زين li كل n اكبر او يساوي 1 ديكروسونت اي كالكولي سا ليميت. نبينو انها تناقصيه ونحسبو النهايه ديالها. دونك لدينا li كل n اكبر او يساوي 1 لدينا un كتساوي لنا n زائد 1 على n E moins N. Donc, باش نبينو انها تناقصيه، اما كنديرو U N زائد 1 ناقص U N سنلقاها اكبر او تساوي العنصر المحايد في الجمع اللي هو 0، او نديرو U N زائد 1 على U N ونلقاها اكبر او تساوي العنصر المحايد في الضرب اللي هو 1. دونك هنا غنديرو U N زائد 1، لدينا U N زائد 1 على U N فهي كتساوي n زائد 1 هي n زائد 1 زائد 1 n زائد 2 على n زائد 1 مضروبة في e اس موان n موان زا. دونك على هذه u n زائد 1 على u n على n زائد زائد 1 على n مضروبة في e اس موان زين كتساوي لنا، او لا يمكن نكتبوها بهذا الشكل هذا، n زائد 2 على n زائد 1 مضروبة في e اس موان زين موان زين على un un اي عندنا بالتالي غيكون عندنا n على n زائد 1 مضروبة في e اس n كتساوي لنا n زائد n مضروبة في n زائد 1 2 على n زائد 1 او كاري e اس موان زين مضروبة في e اس n غتعطينا 1، اذا كيبقى عندنا فقط e اس موان زين كتساوي لنا 1 على او مضروبة في ان او كاري زائد 2 ان على ان زائد 1 او كاري. هنا يمكننا نضيفو زائد 1 ناقص 1 باش نرجعوها على شكل متطابقة هامة كتساوي لنا 1 على او مضروبة في ان زائد 1 او كاري ناقص 1، هذه 2 ان زائد 2 ان او كاري زائد 2 ان زائد 1 ناقص 1 على ان زائد 1 او كاري كتساوي لنا 1 على او مضروبة في 1 ان زائد 1 او كاري على ان زائد 1 او كاري كتعطينا 1 ناقص 1 على ان زائد 1 او كاري. اذا هذا التعبير اصغر او يساوي 0 ل عفوا 1 لان 1 ناقص 1 على n زائد 1 او كاري اصغر قطعة من 1 لكل n من n ادوار. دونك من بالتالي كنستنتجو ومنه دونك دونك لدينا un زائد 1 على un اصغر او تساوي 1 اي بار سويت un زائد 1 اصغر او تساوي un ومنه نو فينالمون un اي ديكروسونت تناقصيه. تقلو سؤال الموالي. دونك كالكولي سا ليميت نحسبو لي
ديال هذا التعبير هذا، ناخذ صفحه اضافه. دونك لدينا الليميت لكل ان كلك سواء ان اكبر او يساوي واحد، لدينا الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال يو ان كيساوي لنا الليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه ديال ان زائد واحد على ان مضروبه في اس موان ان. دونك هاد ان زائد واحد على ان عند زائد ما لا نهايه كتعطينا واحد، اس موان زين لما ان يؤول زائد ما لا نهايه كتعطينا زيرو، واحد في زيرو كيساوي لنا زيرو. تاخذ السؤال الموالي او l'exercice 2. Donc en utilisant le théorème des accroissements finis à la fonction a arc sinus, montrer que arc sinus à la x akbar qat'a min 1 ou asghar qat'a min 1 à la 1 naqis x au carré, quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 1. Donc là ghanakhdou b la fonction a arc sinus. Alors on considère qu'on attabre dalla f de t اللي كتربط لنا تي اركسين اركسينيس دو تي. دونك عندنا هذا اف اي كونتينيو، هذه هي الداله، عطاونا الداله خصنا فقط نختاروا لانترفال اللي غنخدموا به. دونك غنخدموا بلانترفال 0 اكس لان اركسينيس دو 0 كتعطينا 0. دونك باش يكون عندنا الارك سينوس دو اكس غنختارو دونك اكس واحد لانترفال 0 اكس ضمن هاد لانترفال 0 1. دونك اف كونتينيو سور لانترفال 0 اكس، اف اي ديريفابل سور لانترفال اوفر 0 اكس. دونك دابخي طاف حسب مبرهنة الطاف أو القيم مبرهنة القيم التزايدية، دونك دابخي الطاف يوجد واحد السي كينتمي لانترفال اوفر 0 اكس تيل كو اف دو تي اف بريم دو سي او تيل كو عفوا اف de t moins f de 0 à la t moins ou x intervalle x. Donc f de x moins f de 0 à la x moins 0 qui s'en a f prime de c. Donc يوجد واحد c qui est المجال اوفر 0 اكس تايد كو اف دو اكس هي اركسون اكس موان اركسون دو 0 اللي هي 0 على اكس موان 0 اي اكس كيساوي لنا اف بريم. دونك ولدينا نو زافون اف بريم دو سي، إذا مشتقات لاكسينوس دو إكس هي إذا واحد على لا راسين دو واحد موان سي أو كاري. دونك كيساوي لنا واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي أو كاري. بقي فقط أن نؤطر هذا التعبير واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي أو كاري لكي نجد النتيجة المطلوبة. إذا غنأطرو إلى أطرنا، لأن واحد أركسينوس إكس على إكس كيساوي لنا واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي أو كاري، نأطرو واحد على راس واحد على واحد ناقص عفوا واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي أو كاري. ألوغ لدينا زافون سي كي تامل المجال زيرو إكس مفتوح، دونك سي أكبر قطعة من زيرو وأصغر قطعة من إكس، ومنه فسي أو كاري أكبر من زيرو أصغر قطعا من إكس أو كاري. ومنه دونك فموان إكس أو كاري أصغر قطعا من موان سي أو كاري أصغر قطعا من زيرو. نضيف واحد واحد ناقص إكس أو كاري، إذا حنا كنأطرو هذا التعبير هذا عفوا كنأطرو واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي أو كاري. دونك لا راسين دو واحد ناقص إكس أو كاري فهو أصغر قطعا من واحد ناقص سي او كاري
الصغار قطعا هنا الى دفنا زارو دفنا له واحد كيصبح واحد، دونك لا راسين دو واحد هي واحد. الان اي باغ سويت نمرو المقلوب غير تغير الترتيب، اذا واحد هو اصغر قطعه من واحد على لا راسين دو واحد ناقص سي او كاري، اصغر قطعه من واحد على لا راسين دو واحد ناقص اكس او كاري. ومن هو فلدينا واحد على واحد ناقص سي او كاري، فما هو الا اركسين اكس على اكس. اذا فينالمون نو زافون اركسين اكس على اكس، فهي اكبر قطعة من واحد اصغر قطعة من واحد على واحد ناقص اكس او كاري. ومنه النتيجة المطلوبة، لأن كما قلنا فأركسينوس إكس على إكس كتساوي لنا واحد على لراسين دو واحد ناقص سي أو كاري. ننتقلو السؤال أو التمرين تاني. أون كونسيديغ لا فونكسيون إف دو إكس كتساوي لنا واحد زائد إكس أو كاري زائد تروا إكس أو كوب مضروبة سينوس اتنين إكس ناقص واحد على إكس لكل إكس كيخاف الزيرو، و إف دو واحد أو إف دو زيرو كتساوي لنا واحد سي اكس كيساوي لنا زيرو. دونك اتيدي لا كونتينيتي دو اف سيغ ار، غندرسو اتصال ديال الدالة اف على ار. دونك غندرسو الاتصال ديالها على ار اتوال كل اكس كيخالف زيرو، ثم نشوفو ونحسبو النهاية الليميت لما اكس يؤول زيرو ديال اف دو اكس، ونشوفو واش كيساوي لنا هاد اف دو زيرو اللي هو واحد. بعد كان يمكننا نزنجو اذا كانت متصلة على ار اتوال وكتقبل النهاية لما اكس يؤول زيرو، وهاد النهاية كتساوي لنا اف دو زيرو اللي واحد، غنزنجو بأنها متصلة على ار. دونك بالنسبة ل اون فا ايتيدي لا كونتينيتي دو اف، كونتينيتي دو اف دابور سور ار اتوال. دونك عندنا الدالة اللي كتربط اف، الدالة اللي كتربط لنا لا او لا فونكسيون، la fonction كيلي اكس كتربطنا كل اكس ب اتنان اكس موان زان على اكس، فهي كونتينيو سور ار اتوال. وعندنا لا فونكسيون كيلي اكس باغ سينوس اكس كونتينيو سور ار اتوال. Donc, ou la fonction qui est x par sinus et nan x n'a pas de à la x et continue sur r étoile car elle est le composé, elle est un markup de la chaîne composée de deux fonctions continue sur R étoile. Donc, on a une dalle, la fonction qui est x par de تعبير اللي مضروب في sinus 2x ناقص 1 اي 3x au cube، فهي est continue sur R étoile. Donc, la fonction qui est x par le produit جداء هاد الدالتين 3x او كيوب مضروبة في سينوس 2x ناقص 1 على x اي كونتيني سور ايطوال، كوم او بما انها لو برودوي جداء دو دو فونكسيون كونتيني سور ار ايطوال. دونك لدينا عاوتاني la fonction كيلي x بعد هاد الدالة هادي واحد زائد x او كاري، واحد زائد x او كاري اي كونتينيو سور r اتوال، لأنها دالة حدودية كوم بولينوم. دونك وبالتالي فهاد الدالة اللي كتربط لنا لا فونكسيون اللي كتربط لنا x بواحد زائد x او كاري زائد زائد 3 اكس كوب
ضرب في سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس اي كونتينو سور ار اتوال الوغ كوم لا سوم مجموع دالتين دو لا سوم دو دو فونكسيون continue sur R étoile et par suite donc et par suite la fonction donc et par suite F et continue sur R étoile et F de X il y a 1 زائد x كار زائد 3 x كوب ضرب سينوس 2 x ناقص 1 على x دونك باش نتجه انها متصله على r باكماله غنحسبوا النهايه الليميت لما x يؤول للزيرو ديال f دو x خصنا نلقى وقت ان f دو زيرو اللي هو 1 دونك ناخذ صفحه دونك لدينا الليميت لما x يؤول للزيرو ديال f دو x كيساوي لنا ليميت لما اكس يؤول زيرو ديال 2 اكس رجع شوفوا التعبير ديال اف دو اكس او نو 1 زائد اكس او كاري 1 زائد اكس او كاري زائد 3 اكس او كوب مضروبه في سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس دونك كيساوي لنا غنشوفو غنأطرو بعدا نو زافون نشوفو النهاية لما اكس يؤول زيرو ديال هاد التعبير لأن النهاية لما اكس يؤول زيرو ديال هاد التعبير كيعطينا واحد دونك نحسبو النهاية لما اكس كيؤول زيرو ديال هاد التعبير هذا نو زافون سينوس 2 اكس ناقص 1 بالنسبة لسينوس غنأطروه فهو أكبر أو يساوي ناقص 1 أصغر أو يساوي 1 دونك 3 نضربو في العدد 3 دونك ناقص 3 فهي أصغر أو تساوي 3 سينوس 2 إكس ناقص 1 على إكس أصغر أو تساوي 3 باش يمكننا نضربو في إكس أس 3 ما عرفناش واش كمية موجبة ولا سالبة إذا غندرسو الحالات دونك سي إكس سوبيريور ا زيرو دونك بخومي كا إذا كان x أكبر قطعا فهذا كي امبليك أن x أو كيوب كذلك فهو أكبر من الصفر دونك غيكون عندنا ناقص 3 x أو كيوب نضربو في عدد موجب ما غيتغير الترتيب فهي أصغر أو تساوي 3 x أو كيوب سينوس 2 x ناقص 1 على x أصغر أو تساوي 3 x أو كيوب مضروبة في سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس دونك الليميت لدينا الليميت لما اكس يؤول زيرو نو زافون ديال ناقص 3 اكس كوب كيساوي لنا الليميت لما اكس كيؤول زيرو ديال 3 اكس كوب كيساوي لنا زيرو دونك حسب مصادر او دابخي لو تيوريم دونك كادرمون حسب مصادر Donc après d'après le théorème d'encadrement limite lama x يؤول زيرو ديال 3 x او كيوب سينوس 2 x ناقص 1 على x فهو كيساوي لنا زيرو اي بار سويت limite لما x يؤول زيرو ديال 1 زائد x او كاري زائد 3 اكس او كيوب مضروبة في سينوس ديال 2 اكس ناقص 1 على اكس فهي كتساوي لنا 1 دونك دوزيام كا اي هذه هي الليميت ديال اف دو اكس دونك لما اكس يؤول زيرو دوزيام كا اكس اصغر من الزيرو دونك فا اكس او كيوب كذلك اصغر من الزيرو اي باغ سويت غيتقلب لنا هنا الترتيب هذا غيتعكس غيكون عندنا هنا 3 اكس او كيوب فهي اصغر او تساوي 3 اكس او كيوب سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس اصغر او تساوي ناقص 3 اكس او كيوب سينوس
عفوا ناقص. دونك لا ميم شوز غنحسبو لدينا الليميت لما اكس هي اول زيرو ديال 3 اكس وكيب كيساوي لنا الليميت لما اكس هي اول زيرو ديال ناقص 3 اكس وكيب كيساوي لنا زيرو. دونك باغسيت داو دابخي او حسب مصادق التقارب دابخي لو تيوغام دونكادغومون فالليميت لما اكس يؤول زيرو ديال 3 اكس او كيب سينوس 2 اكس موان زان ديال على اكس كيساوي لنا زيرو. اي باغ سويت الليميت لما اكس يؤول زيرو دونك ديال 1 زائد اكس او كاري زائد 3 اكس او كيب سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس كيساوي لنا 1. دونك كيلكو سوا اكس دونك فمهما يكون اكس فعندنا ليميت نجي عندنا ليميت لما اكس كي اول زيرو ديال اف دو اكس فهو كيساوي لنا اف دو واحد كيساوي لنا عفوا اف دو زيرو كيساوي لنا 1. منو كنستنتجو ان دونك اف اي كونتيني بوان او بيان اون زيرو. اي بار سويت بما ان عندنا اف كونتيني سوغ ار ايطوال او كونتيني ان زيرو دونك اف اي كونتيني سوغ ار. كنكون استنتجنا ان بينا ان اف كونتيني سوغ ار. مرو السؤال الموالي عفوا مكاينش استنسخ التمرين زي الصفحات الاخرى هذا غنستنسخه الان. دونك فيريفي سي اف اي دو كلاس سي واحد سيغ ار باش تكون اف شنو كنقصدو بعدا اف دونك اف اي اف اي دو كلاس سي ان سيغ اخ. دونك هذا كيكافئ ان يكافئ ان ستوفر هذه الشروط التاليه. دونك ستكون اف اي كونتيني ستكون متصله سيغ اخ هذا الشرط الاول. اذا هذا متحقق تحققنا من نفس السؤال الاول. الشرط الثاني اف اي ديريفابل اي ديري فابل سيغ ار تكون قابل للشقاق على ار و اف بريم كذلك اف بريم اي كونتيني سيغ ار. دونك باش تكون اف دي كونتيني هادي تحققنا منها اف دي فابل سيغ ار خصها تكون قابلة للشقاق كذلك في الصفر. إذا كانت عندنا قابلة للاشتقاق اف في الصفر فهي قابلة للاشتقاق على ار. دونك غنشوفو قابلية الاشتقاق على صفر. دونك ليميت لما اكس يؤول زيرو ديال اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس موان زيرو كتساوي لنا ليميت لما اكس كيؤول زيرو اف دو اكس هي 1 زائد اكس او كاري زائد 3 نعم زائد 3 اكس كوب سينوس 2 اكس موان زان على اكس ناقص اف دو زيرو اللي هي 1 على اكس كتساوي لنا الليميت لما اكس كي اول زيرو ديال 1 ناقص 1 هي زيرو اذا ديال اكس او كاري زائد 3 اكس او كوب سينوس 2 اكس موان زان على اكس الكل على اكس كيساوي لنا الليميت لما اكس كي اول زيرو ديال اكس او كاري على اكس هي اكس زائد 3 اكس او كاري سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس. اذا بالنسبه لهاد النهايه بنفس الطريقه غيمكننا نبينو ان النهايه ديال هاد التعبير 2 اكس او كاري سينوس 2 اكس ناقص 1 على اكس انها كتساوي لنا زيرو كما اجبنا في السؤال السابق. هنا كانت عندنا 3 اكس او كوب هنا عندنا 3 اكس او كاري بنفس الطريقه
فقط هنا اكس، هذا التعبير اكس كاري فهو موجب، اذا ما غاديش نضطر نديرو بروميي كا و دوزيام كا، غنلقاو كا تساوي زيرو. دونك وهاد ليميت ليميت لما اكس كي او زيرو ديال اكس كيساوي لنا زيرو، اذا هاد النهاية غنلقاوها كتساوي لنا زيرو. دونك اف اي ديريفابل اون زيرو، دونك باغ كونت عندنا ان اف قابل للاشتقاق على ار اتوال، ولقينا قابل للاشتقاق على في نقطة زيرو. دونك اف اي ديريفابل سور سور ار. دونك ها الشرط الثاني متحقق. دونك باقي الشرط الاخير اللي هو اف تكون كونتيني سور اف بريم تكون كونتيني سور ار. دونك يكفي ان نستقوا هذا التعبير هذا، وغادي بنفس الطريقه كما انجزنا سابقا سنجد ان هذا اف بريم كذلك فهي كونتيني سور اخ. دونك شكرا لكم، كان هذه بداية التمارين بالنسبة للاس ا اللي بغى يستعد الناس اللي غتقرا في لافاك ولا كذا، اللي بغى يستعد الموسم الدراسي المقبل. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع تمارين في التحليل والجبر خاصة باس ا. شكرا لكم على المتابعة.